اللي صار بخربة سلم انه قوة من اليونيفيل حاولت ان تقتحم وتداهم احد المنازل بقوة كبيرة، وهذا عمل استفزازي للاهالي. هذا العمل الاستفزازي اصلا هو ليس من صلب مهمة قوة الطوارئ، اللي مهمتها هي مساندة الجيش اللبناني بناء لطلبه، وهذا منصوص عليه بشكل واضح بالقرار 1701. اللي صار انه الاهالي لما حاولت هاي القوة من اليونيفيل، بالاول كانت قوة عادية، بعدين جابوا لها تعزيزات تقتحم احد المنازل وتداهمه، تصدوا لها الاهالي، تصدوا لها بالحجارة. ونحن نحمد الله عز وجل انه يعني الأمور ما فلتت أكثر من هيك. أنا بدي أكد اليوم أنه حزب الله يحترم القرار 1701 ويريد له أن يطبق، بس ضمن آلياته، يعني مش ضمن ما تستنسبه قوات الطوارئ ساعة تشاء. عم بتحس أنه اليونيفيل يعني منحازة بنهاية اليوم؟ المطاف اليونيفيل تابع للأمم المتحدة، والأمم المتحدة شفنا تقرير بان كيمون الأخير اللي تحدث عن مزاعم إسرائيلية ليس لها أي إثبات حول تسليح المقاومة، ومزاعم لبنانية لها كل الإثباتات حول الشبكات الإسرائيلية. في انحياز، بس في سؤال، يعني أنا عندي يعني هذا سؤال مشروع، ليش حصل هذا الأمر بخربة سلم وبير السلاسل بالوقت اللي أمريكا وإسرائيل عم يتحدثوا عن تغيير قواعد الاشتباك؟ طب قبل هيك، بس في مخزن ذخيرة على ما يبدو انفجر، هذه كمان حادثة أولى من نوعها من بعد 2006. يحقق ويشوفوا هذا المخزن، والجيش عم بيحقق ويشوفوا، يعني هل هو مخزن ذخيرة، هي مخلفات من الحرب الإسرائيلية، شوفوا. بس شو معلوماتكم أنتم كحزب الله؟ أنا ما عندي معلومات خاصة بهذا الموضوع.